السلام عليكم، أنا براق معتز، تدريسي بأكاديمية العطاء الطبية ومقدم أكثر من 150 ساعة تدريسية لدراسة التشريح. بالبداية حباني أبارك لكم بمعدلاتكم العالية ويا رب قبولكم بكليات المجموعة الطبية اللي أنتم تتمنوها. راح أخذكم ويا أكاديمية العطاء بمادة المصطلحات الطبية. مادة المصطلحات الطبية كلش مهمة، سواء أنت كنت طب عام، صيدلة، أسنان، كليه يعني من كليه ثانيه، مثلا تحاليل، تمريض وغيرها. يعني كلش حتفيدكم ماده المصطلحات الطبيه لان هي حتمثل اساسكم، اوكي؟ فانت اذا ضبطتها مثلا لما تروح للتشريح حيكون عليك سهل، اوكي؟ مثلا هسه احنا اول محاضره حناخذها اللي هو محاضره الجهاز العصبي. يعني انت اذا ضبطها بحيث من تروح للتشريح شكو معلومه عن الاعصاب انت حتكون فاهمه، خصوصا بالانترودكشن، يعني خصوصا في مقدمه علم التشريح اللي انتم تاخذون تقريبا 4 محاضرات إلى 5 محاضرات. رح نجي أول شيء طريقة تدريسي بمادة المصطلحات الطبية. يعني أنا شلون أشرح لكم مادة المصطلحات الطبية؟ ببساطة البعض من يقرأ المصطلحات الطبية إنه يقرأ المصطلح ويترجمه، وهذا أكبر غلط، إنه الشخص يقرأ المصطلح ويترجمه فقط. أنا شو راح أسوي لك؟ راح إنه أول شيء أخذ لك المصطلح، أوكي، وأترجمه إليك، أفهمه إليك وأترجمه. يعني مو بس أني أترجمه، شنو فائدته؟ أوكي خب أنت تقعد تقرأها، وإنما راح أنطي أني دوري إليك إنه أنا أخذه أترجمه إليك وأفهمه إليك. شلون أفهمه إليك؟ أول شيء أنا راح أضيف لك صور من مصادر معتمدة، أوكي؟ راح أضيف لكم أول شيء أنا راح أرسم لكم بإيدي، أوكي؟ وثاني شيء راح أضيف لكم صور من مصادر معتمدة، وثالث شيء إنه أنا راح أضيف لكم جثث، أوكي؟ يعني إحنا راح ندرس المصطلحات الطبية على الجثث. وين أكو هيك؟ أكيد يعني إن شاء الله راح إنه تضبطون الجثث وياي، لأن أنا راح أضيف لكم مجموعة من الجثث كلش هواية. يعني مثلاً بندرس مصطلح الدماغ اللي هو البراين، أوكي؟ حناخذ مثلا جثه بين بها الدماغ واقول لكم يا بالدماغ موجوده هيك وموجوده هيك ويحتوي على هيك فصوص، اوكي، وهو يعتبر من الجهاز العصبي المركزي، وليش يعتبر من الجهاز العصبي المركزي، واقعد اوضح لك تفاصيل الدماغ. يعني ما راح اخذ لك انا مصطلح بس الدماغ، والدماغ يعني برين، ما راح اخذ لك هذا المصطلح، وانما راح اقعد افسره لك واقعد اوضحه لك، بحيث انه انتم ان شاء الله بعد محاضره الجهاز العصبي المحاضره الاولى اللي حناخذها. صراحة أغلبية الطلاب تعاني من الجهاز العصبي، مع العلم إن شاء الله أنتم وياي حتضبطوه، حتكونون كلش تمام بالجهاز العصبي وباقي المحاضرات. طريقة تدريسي أنا شلون راح تكون مادة المصطلحات الطبية؟ أنا قلت لكم إنه وضحتها بالبداية، قلت إنه أنا حاخذ المصطلح، أوكي، أفهمه إليك وأترجمه وأضيف لك صورة إليه، أوكي، وهيك أنت تكون ضبطت الجهاز العصبي كمصطلحات. انت صدقني من ضبط الجهاز العصبي كمصطلحات، من الطبلة كاناتومي، من الطبلة كفيزيولوجي، من الطبلة كهيستولوجي، يعني كأنسجة، كتشريح، كوظائف الجهاز العصبي، انت راح تكون امورك تمام، ما راح تعاني. ليش؟ مثلا انا من اقول لك الحبل الشوكي، انت راح تندلي الحبل الشوكي وين صاير، شنو هو الحبل الشوكي، شنو وظيفة الحبل الشوكي، الحبل الشوكي اذا راح من عندك او اذا فقدته انت شو راح يصير بيك. حرفيا كل هذين الامور انت راح تكون على دراية بهن، زائد راح نضيف اضافه كلش حلوه اللي هو التشريح، اللي هو راح نضيف اضافه كلش حلوه اللي هو التطبيق. يعني التطبيق حرفيا كلش راح يخدمنا، وراح نستخدمه كلش هوايه على مود ندرس الحاله او ندرس الستراكشر او ندرس التركيب اللي احنا راح ندرسه من خلال التطبيق. يعني شلون؟ يعني انا راح ادرسه على شكل 3D، اوكي، يعني انا اجيب الستراكشر اخليه 3D واقعد اقلب بايدي، اوكي، وراويك يقول لك يابا هذا الستراكشر مبين هيك وهذا الستراكشر مبين هيك. فانت الستراكشر يعني التركيب، يعني مثلا برين وغيره، اوكي، فانت حتكون على درايه بكل هذين الامور. اللي مطلوب من عندكم بدراسه المصطلحات الطبيه، مثل ما وضحت لكم انا اللي مطلوب من عندي حتى اوضح لكم المصطلحات الطبيه، انت مطلوب من عندك بعض الامور. يعني انا حخلي لك ورقه، اوكي، وبهاي الورقه اني مثلا راح اقعد اشرح لك، اقعد الخص لك المحاضره كلها. انت المطلوب من عندك تخلي لي ورقه وقلم، او تخلي الايباد اذا انت كنت تكتب على الايباد مثلي اكيد، اوكي، تقعد تلخص وياي الاشياء اللي كتبتها، الاشياء اللي رسمتها، الحالات السريريه والامراض. ربما انا بمصطلحات طبيه اعطيتك مصطلح وعجبني انه اني انطيك المرض مالته، والله انت لازم تكتبها لان هذا المصطلح كلش حيفيدك، زائد المرض او الحاله السريريه اللي انا راح انطيها كلش حتفيدك. فاتمنى انه يعني تتابعون وياي وتركزون وياي، زائد انه يعني شلون اقول لك، مو بس تترجم، تفهم، اوكي، يعني انت ما راح تدرس وياي راح تعرف شلون انت راح تدرس الطب حرفيا. يعني انا ما اقدر مثلا بفيديو واحد اوضح لك دراسه المصطلحات الطبيه ودراسه الطب،
هذا أكبر غلط أصلاً. أنت حتى تدرس المصطلحات الطبية لازم تدرسها على صور، حتى تدرس التشريح وليس فقط المصطلحات الطبية لازم تدرس صورة. يعني مستحيل تقعد تترجم وتقرأ بدون ما شخص يشرح لك، بدون ما شخص يوضح لك الصورة. أنت هيج أعتبرك ده تضيع وقت، وبالامتحان راح تلعب فلك حرفياً. أنت تحتاج تفهم، يلا تحفظ، يلا تترجم، تحتاج تفهم وبعد تترجم وبعدها تحفظ. شلون تفهم؟ أكيد صورة، لازم الدكتور يشرح لك على صورة، ومن يشرح لك على صورة أوكي بعدها أنت راح تفهم شنو السالفة، بحيث من تقرأ الحكي حتى لو ترجم أنت فاهم، تفهم يعني ما راح تعاني أبد. ليش؟ لأن مجرد ما تقرأ الحكي وتروح تباوع الصورة راح تشوف أمورك أنت مضبطها. فأتمنى أنه تأخذون هاي المعلومات أو هذه النصائح بعين الاعتبار. زاد أنتم وياي من أني راح أشرح، راح أعلمكم شلون تدرسون. يعني أنا مو بس راح أشرح لك، أنا راح أوضح لك وراح أضيف لك صور وراح أضيف لك جثث وراح نستخدم تطبيق وراح أعلمك شلون تدرس الطب، راح أعلمك شلون تدرس الطب وتكون طبيب ناجح إن شاء الله. وشكرا جزيلا.